السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائي في محاضرة جديدة من محاضرات الوحدة الرابعة بعنوان سيركت ثيرم. ومحاضرة اليوم هتتكلم على السورس ترانسفورميشن. إذا بعد محاضرة السوبر بوزيشن الآن بنتكلم على السورس ترانسفورميشن. وكلمة سورس ترانسفورميشن إني أنا بدي أخذ الكرنت سورس أحوله إلى فولتج سورس، والعكس صحيح. وهذه برضو من الوسائل اللي اتحتها إلي في الوحدة الرابعة، خاصية اللينياريتي اللي هي بتتحقق الهوموجينيتي والأديتيف. فبالتالي استطيع اني اتلاعب بالدائرة لما يسهل علي، وكل هذه التقنيات وجدت لتبسيط الدوائر المعقدة اللي حتمر علينا في المستقبل. فبالتالي انا عندي دائرة فيها كرنت سورس بتغذي شبكة كهرباء، بدي استبدلها بدائرة تانية مكافئة لها لكن فولتج سورس مع مقاومة. خلينا نشوف الأسس العلمية التي بنيت عليها فكرة السورس ترانسفورميشن. هذا طبعا الموضوع برضو يعتمد على اللينيارتي بروبرتيز، وطبعا تطبيقاته مهمة جدا، وحتلمس سهولة حل المسائل من خلال السورس ترانسفورميشن. بالنسبة للسورس ترانسفورميشن بنقول another tool for simplifying circuit based on concept of equivalence. إذن أضيفت لدينا طريقة جديدة لتبسيط وتحليل الدوائر الكهربية بالاعتماد على المكافأة. لما بقول أنا إنه هدول الشيئين متكافئين، يعني واحد منهم بسد عن الثاني، ماخد بالك؟ لذلك لما أنت بتحكم على الإكويفالنس في السيركت، في السيركت إيش بتقول؟ إكويفالنت سيركت، الدائرة المتكافئات هي is a one whose VI characteristic are identical with the original circuit. إذن أنت بتغير في السيركت زي ما بدك، ولكن الخصائص الفولت والتيار لم تتغير، فأعرف إنه الدوائر هذه متكافئة. هذا الكلام بيقودنا إلى تعريف السورس ترانسفورميشن. إيش بقول؟ is the process، هي عملية of replacing voltage source with resistance in series with current source and the resistance in parallel with it and vice versa. نوضح هذا الكلام بالتفصيل أكثر. لو كان أنت لديك هاتين الدائرتين فهما متكافئتين، إيش عندك هنا؟ عندك voltage source VS متصل على مقاومة، ما حبيتش تتعامل معاه، بدك تتعامل مع الدائرة المكافئة له. ما هي الدائرة المكافئة له؟ current source مع إيش؟ مع مقاومة على التوازي. طيب إذا وجدت في الدائرة هذا الكونفيجريشن، current source مع مقاومة على التوازي، ممكن أنك أنت تحولها إلى دائرة بتحتوي على voltage source ومقاومة على مين؟ على التوالي. ما هي الشروط التحويل؟ الشروط التحويل هي كالتالي: أنه سهم التيار من السالب إلى الموجب. انتبه معايا، لما أنت نقلت هذا الفولتج سورس إلى كارنت سورس، السهم حطيته لفوق ولا لتحت؟ من السالب إلى الموجب، من السالب إلى الموجب. طيب لما أنت كان عندك كارنت سورس من الأسفل إلى الأعلى السهم تبعه، فبتروح بترسم الفولتج سورس سالب إلى الأسفل موجب إلى الأعلى. أما بالنسبة لقيمة المقاومة هنا لا تتغير، لا يمكن أن تستخدم هذه الطريقة إذا كانت الريزيستنس R مع الفولتج سورس اللي هي على التوالي بتساوي صفر. إذا كان الفولتج سورس تبعك ما فيش بالصدفة موجود عليه مقاومة، اعرف أنك أنت مش هتقدر تعمل سورس ترانسفورميشن. كذلك الحال إذا كانت المقاومة هذه إنفينيتي، اعرف برضو انك انت مش هتقدر. ايش معنى انفينيتي؟ يعني اوبن سيركت، فيش هان، فيش مقاومة، وبالتالي التيار مش هيمر فيها. اذا هذه الحالات التي لا تستطيع ان تطبق فيها السورس ترانسفورميشن. اوعك تاخد الكرنت سورس تحوله الى فولتج سورس الا انك تتحقق من وجود مقاومة على التوالي مع الفولتج سورس، او مقاومة على التوازي مع ليش؟ مع الكرنت سورس. نفس الكلام يطبق هنا ايضا على مين؟
على الديبندنت فولتج سورس والديبندنت كرنت سورس، تراعي الاسهم تراعي الاسهم، تراعي المقاومه تراعي المقاومه، لا يوجد شيء او يوجد فرق. طيب نحط النقاط على الحروف اكثر. الانتقال من هذه الدائره الى هذه الدائره يتطلب استخدام بعض المعادلات، لانه قيمه الفولتج سورس 12 فولت، قيمه المقاومه 2 اوم. لما تنتقل هنا هتحط المقاومة 2 اوم ما تغيرتش، بس الكرنت سورس عبارة عن ايش؟ التيار في على ايش؟ اذا 12 فولت على 2 بيعطي لك 6، واذا بتحط الكرنت هنا ايش؟ 6 امبير. طيب لو انا اعطيتك هنا 6 امبير و2 اوم بدك تنتقل الى الاعلى، بتصير الفولتج. هذا الاساس اللي بدي اقول لك اياه. اذا تو سيركت ار ايكويفالنت if they have the same voltage current relation in terminal A و B. يتحقق هذا الشرط بوجود حاجتين. الحاجة الأولى if the source is turned off the ايش معنى turned off؟ يعني هذه الدائرة وهذه الدائرة متكافئتين. طب أول خطوة بعد بفحصها ايش بعمل؟ بلغي الفولتج سورس بلغي الكرنت سورس. المقاومة المكافئة ما بين A و B في التنتين متساويتين. إذا أول شرط إنه المقاومة لا تتغير، مو متساوية. الشرط الثاني بدي اياك تعمل شورت سيركت ما بين A و B. لما بتعمل شورت سيركت التيار الشورت سيركت هذا ايش بيساوي؟ لو انت جيت عملت هنا شورت سيركت، هنا التيار اللي بمر ايش بمر؟ I شورت سيركت. الاي شورت سيركت يا شباب ايش بيساوي؟ بيساوي الفولت على الار، مظبوط ولا لا؟ طيب لما بتعمل هنا شورت سيركت قديش التيار؟ اي شورت سيركت بيساوي الاي سورس، لانه هذه المقاومه بطل لها وجود، مظبوط ولا لا؟ طيب اي شورت سيركت هاي تساوي هاي، اذا معناته هذا الحد يساوي هذا الحد. اذا صار عندك اي سورس بتساوي في سورس على ار، وايضا الفي سورس ايش بتساوي؟ I source في R. لذلك في حالة الإكويفالنس لقينا الدائرتين متكافئتين، فكانت الريزيستنس تساوي الريزيستنس، وكان لما عملت شورت سيركت I شورت سيركت فوق بيساوي I شورت سيركت تحت. فهذا الكلام قادني إلى إنه إيش؟ إنه أقول إنه VS على R تساوي IS، لانه اي شورت سيركت بيساوي في اس على ار. في الدائره الثانيه اللي هم متكافئتين اي شورت سيركت بيساوي اي اس، اذا حتما ولا بد انه اي سورس تساوي في سورس على ار. ومن هنا سورس ترانسفورميشن ريكواير، هذول قانون اوم ولا مش قانون اوم؟ انتهى الموضوع. الطريقه لا تتضح الا بتطبيق مثال او مثالين، فخذ بالك. ايش بقول السؤال؟ Use source transformation to find V note. لاحظ هنا السؤال اجبرك بطريقة معينة، وهذا الكلام حيستخدم كثيرا. ماذا لديك هنا؟ مقاومة 4 امبير، current source 2 امبير، 2 اوم، 8 اوم، 12 فولت و3 اوم، وهنا ايش في عندي؟ V note. اذا V note اللي طالبها هي فرق الجهد على 8 اوم. لما طلب منك السورس ترانسفورميشن اول شرط بتلاقي عندك فولتج سورس على التوالي مع مقاومه، وكرنت سورس على التوازي مع مقاومه. اذا اوتوماتيك بروح بمسك الكرنت سورس 3 امبير و4، اذا الفولتج سورس ايش بيكون؟ 12 فولت. اذا بستبدل المنظومه هذه اللي هنا اللي على الشمال ب 12 فولت مع مقاومة 4 امبير. وبدي اياك تنتبه انه الاشارة السالب فوق الان والموجب تحت في الفولتج سورس، لانه الكرنت سورس وين؟ الى الاسفل. ومن ثم لديك هنا ال 12 فولت مع مين؟ مع الثلاثة. 12 تقسيم 3 4، اذا الاي تبعتك 4 والسهم الى الاعلى صارت باي ديفولت، والمقاومة 3 اوم نزلت على التوازي مع الكرنت سورس.
الأربعة والاثنين هدول جنب بعض على التوالي. إذا إيش بتعطيك؟ ستة. الستة مع الفولتج سورس على التوالي بحولها لكرنت سورس. الستة والاثناعش معناته الكرنت قديش؟ 2 أمبير. والإشارة للأسفل. والستة ريزيستنس وين إجت؟ على التوازي معها. التعامل مع هاي الدائرة ولا التعامل مع هاي الدائرة؟ مع اللي تحت، لأنه صار عندك الثلاثة أوم والستة أوم على التوازي بصيروا 2 أوم. وعندك الكرنت سورس هذا للأسفل والكرنت سورس هذا للأعلى، فعاليته حاصل جمعهم الجبري بصير عندك 2. إذا تختصر هذه الدائرة بدائرة إيش؟ 2 كرنت سورس مع التوازي اللي هي 6 و3 أعطالك 2، وظلت الثمانية مين؟ الثمانية أوم. لما يكون عندك تيار 2 أمبير خش على مقاومتين على التوازي، ماذا نفعل؟ يوزع التيار. إذا آي 2 أبلاين كرنت ديفيجن، آي 2 اي اللي بتمر في هاي الدائرة هي عبارة عن 2 على حاصل جمعهم في مين؟ في قيمة التيار بعدني 0.04، والفي نوت في الحالة هذه بتطلع 3.5 فولت او 3.2 فولت. اذا سمحت لك طريقة تحويل او التلاعب انا بقول بالدائرة الكهربية، سمحت لي اني انتقل من الدائرة المعقدة هذه الى دائرة سيمبل واتعامل معها. هذه طريقة تبسيط الدوائر الكهربية. ونحن الآن نتقدم خطوة نحو نظرية نورتون وثيفنين. ليش؟ لأنه في الآخر حنجمع هذه الأمور كلها مع بعض. ولكن هدول المحاضرتين اللينياريتي والفولتج والسوبر بوزيشن والسورس ترانسفورميشن بيعطوني مهارات للتعامل مع الدوائر الكهربية. لدينا مثال يوضح هذه الفكرة أكثر. و الدائرة هذه مرت عليكم كتير صح ولا لا؟ ايش مطلوب عندي؟ find vx using source transformation. ال vx تبعتك هي وين؟ على 2 اوم، وهي التي تقع ما بين الريفرنس نود والنقطة هذه هي ال vx صح ولا لا؟ واجبرني باستخدام ال source transformation. فلدينا 6 فولت على التوالي مع 2 اوم، بدي استبدلها بكرنت سورس، وعندي كرنت سورس من النوع ديبندنت مع ال 4 اوم. ماذا عن ال 18 فولت؟ 18 فولت لا تتعامل معها اطلاقا سورس ترانسفورميشن، لانه لا يوجد لها مقاومه على التوالي، وهذا الكلام حكيناه في الشروط. فتصبح 4 ضرب 0.25 4 في ربع في اكس. اذا بتتحول الكرنت سورس من ربع في اكس الى في اكس، وتبقى المقاومه معاها على التوالي، وتنتقل هذه المقاومة على التوازي مع الكرنت سورس اللي حيطلع من الستة فولت بقيمة 3 أمبير إلى الأعلى. إذا 3 أمبير إلى الأعلى مع 2 أوم، وتحولت هذه الدائرة اللي فوق إلى هذه الدائرة اللي هي في إكس زائد إيش هاي. ماذا لدينا الآن؟ طبعا الآن الكرنت سورس هذا كيف بدك تبسطه؟ بتقدرش. ما يجيش واحد إيش يعمل؟ ياخذ الكرنت سورس مع ال 2 أوم، حيرجع تاني للدائرة هذيك. إذا أنت بدأت تقدم خطوة للأمام صارت تتأرجح ما بين الدائرتين. الخطوة اللي أنا بدي أعملها للأمام إني آخذ الاثنين والاثنين على التوازي. الاثنين والاثنين على التوازي إيش بيعطي لك؟ 1 أوم. إذا تصبح عندك 1 أوم على التوازي، إذا أنت الآن عملت خطوة إلى الأمام. 1 أوم مع الكرنت سورس 3 أمبير، مين إيش بصير معك؟ بصير عندك فولتج سورس مقداره 3 فولت. وتتحول الدائرة بهذا الشكل 3 فولت مع 1 أوم اللي هي ناتج هدول التنين مع الأربعة مع الأربعة، صارت دائرة على التوالي. وبالتالي تحولت من 3 مشز 1 2 3 صارت مش واحدة.
بناخذ الدائره التي نتجت، اكثر من هيك بقدرش ابسط، لانه اي تحويل ترانسفورميشن حيرجعني لمين؟ هل قديش بعمل نوتس ذا تيرمينال اللي هي النقطه الحمراء هذه وهذه، لا زال فرق الجهد عليها في اكس كما لو كانت ايش المقاومه هان، لانه هذه فرق الجهد على المقاومه هو فرق الجهد على النودز اللي هي في اكس وزيرو الريفرنس نود. طيب الدائره هذه بطبق عليها المش اناليسز، وانت بتعرف هذا الكلام جيدا وصرت خبير فيه، ايش بتعمل؟ مش انا بقول لك هذا الكورس مراجعه برضه للي فات، ناقص 3 زائد 5 اي، من وين اجت الخمسه؟ 1 و4 زائد في اكس، هايها في اكس زائد 18 بيساوي صفر. هذه معادله من مجهولين، بدي معادله ثانيه. المعادله الثانيه بطبق على الدائره هاي، بطبق المش اناليسيز على مين؟ على هاي. او اذا حبيت تطبقها على مين؟ على الجزء الايمن اللي هو 4 وفي اكس و18، بس هدول فيهم 3 هذه فيهم 2، فبروح بطبق على اللي هو الدائره او اللوب اللي فيها 1 اوم و3 وفي اكس، باخد بالك. الان ايش بصير عندك؟ بصير عندك ناقص 3 زائد 1 اي زائد في اكس بيساوي صفر. المطلوب اللي بدنا اياه هو في اكس، فبتخلص من الاي. ايش بعمل بالضبط؟ بروح بضرب هذه في 5، بضرب هذه في سالب 5 وبجمع المعادلتين، طارت الاي بجمع الفي اكس مع بعض، فبتطلع معايا 3 ناقص اي. اذا اصبحت لديك من هذه المعادلة انه الفي اكس بيساوي 3 ناقص اي. هذه طريقة تانية بدل ايش؟ بدل الاليمينيشن، انا اللي استخدمتها قبل شوية بسموها الاليمينيشن اللي هي الحذف. الان طريقة السبستيتيوشن انك انت بتعوض في المعادلة هاي، فعلى طول بتعوض في المعادلة 2 في المعادلة 1، فبتطلع معاك الاي 4.5 امبير. ال 4.5 امبير هذول في مين مروا؟ مروا في مقاومة مقدارها 4 اوم، فبتطلع معاك الفي اكس 3 ناقص اي، فبتطلع معاك 7.5 فولت. او بامكانك لو انت عملت سبستيوشن الاي بدلاله الفي اكس، فبتطلع الفي مباشره، وكل الطرق ايش بتودي لنفس النتيجه. اذا انت اوجدت الان باستخدام السورس ترانسفورميشن الطريقه هذه عشان تتقنها وما تخربطش فيها، بدي اياك تتمرن على هدول المعلومات. هذه عباره عن تمارين، حاول تتمرن عليهم. لو جبت منهم 2 او 3 او 4 فانت بتكون احسنت الاداء. وحتى نلتقي في المحاضره القادمه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.